تشاو بالطاليانية ونيخاو بالشينوية. نتمنى انكم تكونوا على خير الخوت. اليوم الموضوع ديالنا بيسر غادي يهضر على الموجة ديال الهجرة، فهمتيني اللي ولات. مي قبل ما نبدا بغيت نسطر ندوزو على واحد المسائل بالزربة، لان هناك بعض المتطفلين الذين يدعون انهم كانوا في حركة الجمهوريين واننا مثلا ما تعاملناش معهم مزيان ولا شي حاجة، وهذا غير صحيح. لان باش يمكن لك تنخرط معنا في حركة الجمهوريين المغاربة وما كنتيش معرمر، راه فرق الخوت ما بين حنا، راه ما قلناش شي حاجة جاخ بزز ولا شي حاجة، ولكن راه فرق ما بين الناس اللي هي متعاطفة مع فكر الجمهوري ومع الجمهوريين او مع حركة الجمهوريين المغاربة. من حقك اخويا تبقى، ولكن باش تدخل تقول انني بغيت نخرط معاكم في الحركة، حنا راه حنا حاولنا ناخذوا يعني خدينا يعني تجربة من الاغلاط ديال حركة 20 فبراير، لان احنا كنا ابناء 20 فبراير، وباش ما يكونوش بنص منا مندسين. ما كنبغيش اخويا البنادم اللي يكون غيجي معنا يكونوا ما كنعرفوهش. ما بغيتي تبقى مخبي ولا بغيتي تبقى داك شغلك اخو، حنا ما كنبزوش عليك، ولكن باش نخاط معنا راه خاصك ولا بد تعمر هاد لو فورمولير. هاد لو فورمولير عمر بنادم ما عمره، وها هو باين واضح. خاصك تردو لنا سيني وتصيفط معاه لا كارت ناسيونال، فهمتيني، لا 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 يعني لو بيرمي دو ريزيدونس ديالك انت ولا شي حاجه، باش نعرفك راك فعلا انت نيت هاد السيد. وها هو وكتخلص حتى واحد لا كوتيزاسيون ديال مثلا عام ب 10 اورو، عامين ب 20 اورو، 3 سنين ب 25 اورو. الناس اللي على برا، الناس اللي في المغرب كيعمروا الفورمولير، مما كنقولوا لهم لا خلصوا ولا حتى شي حاجه. بالنسبه للناس اللي على برا، شنو هي 10 اورو في العام؟ ولا ما عندكش حتى هي نخلصوا، حنا ماشي مشكل، حنا هادشي دايرينو يعني راه كنزيدوا عليه المئات ديال الاوريات. وكاينين واحد العدد ديال الخوت اللي كيساهموا معنا في هذه المسائل، مثلا تشد شي واحد في المغرب كنديروا ليه محامي، ولا كنصيفطوا لعائلته شي حاجه ديال الفلوس. اذا هذا هو علاش حنا دايرين هذه المساله، ماشي ان شي حاجه غادي نربحوا منها ولا غادي نربحوا على ظهر بنادم شي حاجه الفلوس ولا ما نعرف. لان انا ما فهمتش علاش بنادم كيبدا يتطفل واللي عنده شي حاجه باش يخرج بها، وما تبقاش تقول انا غن راه هي ديك الطوموبيل اللي مع الصباح في البرد ما كتبغيش تنوض كدير غن غن غن، واللي عنده شي ميدير اطحان، فهمتيني، واللي عنده شي ما يفرش ولا بات لكم شي حاجه اللي ماشي هذيك، زيد اخويا حتى ما كتعاودش تسنى. ما عليناش، حيدوا عنا هذا الموضوع هذا. لان هناك حتى بعض من ساهموا معنا كاع ودخلوا الخاطر، بصح الفورمولير ما عرفتش واش عند الدراري ولا، لان طوطو التوري كاين الناس ورضوان هما اللي مكلفين هذه المسائل الاداريه، انا ما كندخلش فيها اصلا عاد من بعد عاد نعرفوا علاش. لان مساله اخرى مزيان، راه هذا لا يعني الا عمرتي الفورمولير وعطيتيه لينا راك دخلتي معانا، لان حنا ها هي عندك مكتوبه ان الحق اننا نردوا عليك خلال 90 يوم، وفي هذيك 90 يوم كنمشيو نبحثوا على بنادم نعرفوه واش فعلا هو ولا ماشي هو، ولا فعلا يناضل عنده مواقف. لا راه غنمشي حتى لحومتك في المغرب وغنسولوا عليك في وسط حومتك، غادي يقولوا لنا شنو كاين، فهمتيني. اذا بلا ما يجي شي واحد يبدا يقول لك ودابا بنادم كيجي انا هذه ما بغاتش تدخل، اجي السلام عليكم عطوني لاتيستاسيون. علاش نعطيك اخو انا لاتيستاسيون انك انت جمهوري وانت مع الامارات وحنا ما كنعرفوكش؟ ومنين نقول لك واش كتعرف شي واحد؟ واش كاين شي واحد اللي يقدر يضمنك على الاقل؟ ما نعرفوش دوم سميتو نسولوا عليك اتسيترا اتسيترا. لا ما كاين شي، منين ما كيلقى حتى شي حاجه كيمشي. هاي يبدا علينا به انا وديك المزايدات الخاويه اللي انا ما غندخلش في الشخصانه، انا اللي عندي شي مشروع سياسي اجد معايا في المشروع السياسي، ما هادشي ديال كيبان لي انا ديال الدراري الصغار. حيت كاين حتى من ساهم معنا والفلوس وصلت للمغرب، تخلص بها المحامي وتخلص بها عائلته يعني ذاك اللي في الحبس، ما بغيتش نقول الاسماء لان ما جاتش عاوتاني نعاونوا الناس من واحد الجهه ونجيو نشوهوهم هنا في الانترنت. اش تخربيق ها؟ شويه كيقول لك لا خو انا عرضوا لي فلوسي.
واو ما فهمتش اخويا هاد المناصرين، راه ما جيناش قلنا المناصرين والملحزان والملحدين والمسلمين والمظلمين ترارارارا، هادشي راه ما كيساليش عندكم اصاحبي. ما عليناش، حيد عنا هادشي دابا، لان هادشي ديال الدراري صغار بالنسبه لي انايا، مي كان خاصنا اننا ندوزو عليه حتى هو بويسكو. اذا الملك راه بين قوسين، راه قالك طلق واحد المبادره جديده من 2019 ل 2023. قال ليه كيف يقول واحد المثل المغربي، متجن ولا ما نعرف تيطيب اللحم صافي. حتى الناس راه قاصه تحرق، الناس راه ولات حاضيه البحر الله يرحم. ها فين كان الزودياك يا رجلينا؟ ها الزودياك، انا مزوج فيك لما خذونا لله خذونا خويا الزودياك، اخوتي اللي في الزودياك اجوا عتقوني. ما عليناش، حيدوا هذا، غادي ندوزو لمسألة أخرى. هذه مسألة أخرى تندوز ليها نقولو ندير الفيديو. أنت شوف أصاحبي بنادم في المغرب، راكم شفتوا هذا الفيديو ولا ما شفتوش الخوت؟ بولي سيتي راه في بنادم هكاك هو ما ها؟ وهذه غادي نستعملوها لما غادي، لأن قريبا غادي نبداو الخوت في ذاك الملف اللي كنت قلت لكم، اللي هو المجموع ديالو ما يزيد على 1700 مليار مغربية اللي واخدها المغرب. واخذ فيها، واخذها على حتى قطاع من اجل اصلاح مثلا القضاء، من اجل اصلاح التعليم، ومن اصلاح. وانتم كتشوفوا خويا انت البوليسي كيتيري في بنادم ما كاينش، علاش انت ما كتسوى والو صاحبي عند دولتك؟ ترى ما ساوي حتى بزاف صاحبي، تراك لم ترقى الى حقوق الحيوان في اوروبا. شي الحلوف في الطبيعه في اوروبا ثق بيا خويا راه عايش احسن منك في المغرب، عنده ما ياكل عام كامل وعنده حتى اللي كيحضيه. عاس عليه يا ويلك وتمشي تقرب ليه، وما كاينش ماشي الوقيته ديال الصياده، وحتى في الوقيته ديال الصياده راه كاين قوانين اشنو تصين شكون وكيفاش وشحال ولا كونتيتي اكسترا اكسترا. هنا هما صحاب اخويا، انت شوف اصاحبي وليتي ما بغيتش نخدم الفيديو اللي يكون فيه الكوبي رايت فهمتيني، وغادي نوليو في سميتو معاك يتسينيالا ولي انا، ماشي مساله ديال المونيتيزاسيون ولا شي حاجه، لان راه كلشي ولا كيسينيالي في هذه القناه باغي يسدها. هما قالك سيدي الشعب يريد اسقاط اغلاق قناه بلقزيز، دير لهم القوق. حتى شوف اخويا ولا بنادم اخويا كيذبح راسو في باب الادارات. حتى شوف واحد السيد هو واش ما عرفتش شفتو انا بلي فيديو نخليهم لكم، ولو انهم دي صفحات اخرى في الفيسبوك وداك الشيء راه كياخذهم من اليوتيوب وكيحطهم. انت شوف اخويا بنادم صاحبي هكا قد ما هي تذبح راسها، انت شوف انا ما فهمتش علاش كضر راسك وانت سير ذبح ما نعرف شكون صاحبي بلا ما نقولها لك فين ما طرزي علاش تذبح راسك انت ديجا صاحبي ما نعرف شنو طاري فيك تخليو الشفاره سميتو. اذا الموضوع ديالنا هو هذا ديال غير خذوني لله غير خذوني اصحاب الزودياك. اذا هاد اصحاب الزودياك انا من خلال يعني لان كانت في شكل المساله بانت لواحد العدد ديال الناس كيفاش هذا، انا من خلال ما مشيت كنبحث وكنسول يعني وبغيت نعرف يعني شنو سميتو، كيتبين حسب ما كيقولوا ان هادو راهم منظمه حقوقيه بحال داك الشيء ديال الجرين بيس فهمتيني. المغاربه هاد الايامات راه هاد الشيء هضروا عليه حتى في التلفزيونات عندنا هنا في الطليان وفي واحد العدد من الدول، يعني راه كيشوفوا اوروبا كتشوف واحد الموجه ديال لي كلونديستان، الناس اللي ما عندهاش اوراق جايه الحريق، يعني اللي عمرها ما كانت في تاريخ اوروبا. يعني قال لك سيدي كل مره كل نهار، انا فيت هضرت مع واحد السبليوني وكانت شرحت لي بان راه كل نهار تقريبا كيلوحوا في لي بلاج ديال السبليون بيسكو هما اللي قراب بزاف للناس بيتا، والبحر راه كيلوح بنادم المغاربه خوتكم المغاربه الانواع الاشكال، مع بنادم ما كيدي معاه لا كارت ناسيونال لا باسبور لا حتى شي حاجه باش ما تعرفش باش ما يردوش لبلادو. كيبقى تما مسكين هما كيعرفوش كيشدوه، نعتت لي واحد الروضه في الخرجه ديال الخزيرات وقيله ولا لا الطريفه، راه مدينة قداش هي تقريبا تقول شي الرباط النص ديالو روضة عامرة غير بلي كلونديستان، فيهم شي حاجة الأفارقة وفيهم أكثريتهم المغاربة اللي بورتي ديسباري ساكن مازال. إذا قالك هادو ولاو كيجيو كيحرقوا الناس غير بوغ إيفيتي، لأنهم عارفين غيحرقوا يحرقوا دو ولدهم أوروبا وداك الشيء، عارفينها أنها تتعامل مع المغرب وعندها مصالح مع المغرب فهمتيني، باش ما يجيش شي واحد من هذوك المتطفلين دوك اللي عاد كيبدا يقول لك
وانتم هذاك الغرب اللي كتشدقوا به راه هو اللي حيد لكم رزقكم في المغرب وديك الهضره الخاويه. حنا اخر ما كنشدقوا حتى شي واحد، حنا كنشوفوا كنعيشوا مع الغرب وحنا عايشين معاهم كيحترمونا، حنا في بلادهم اتونسيون ياك. حنا قلنا لك اجي نديروا غير هذا الشيء اللي هو زوين عندهم ديروا في بلادك صافي، ما حنا راه ما محتاجينش مكلخين بحالك عاد غادي يشرحوا لينا حنا السياسه العالميه وكيفاش كيدور كدور هذه الكره الارضيه وفي دون كيل سونس وعلاش مبنيه علاقات الدول، وهذا الشيء راه معروف اي واحد راه كيقدر يفهم ويعرف، ماشي شي حاجه اللي عاده نحتاجوك انت تجي تفسرها لينا. مي مونباش ان اوروبا راه ما قالتش لمحمد السادس سير سرق الفلوس وديهم للبنان، ما قالتش لمحمد السادس سير خليهم بلا تعليم، ما قالتش لمحمد السادس ما تحاسب حتى شي شفار، ما تبقاش نزيدوا فيها نهضروا الغرب 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 الغرب، وانت فين هو الرجل الاول المسؤول في الدوله؟ فقال لك راه تلقى واحد المبادره ديال من دابا 2019 التنميه الحميريه ولا البغاليه ولا ما عرفتش كي كيسميوها هما، بزاف عليهم التنميه البشريه، خلصتي ولاو بشر بعدا. وما وصلوا البشر وما وصلوش اخوتها البشر، ما باقيين رعايا دي سوجي. الحين دا الملك كيورثهم، ملي كيموت كيجي الولد كيورث الشعب وكيورث كل شيء، وراه بفمه كيقول لك الشعبيه العزيز راكم دياولي الشعبيه. السي محمد. وفي نفس الوقت شكون اللي يقول لنا بان هذا الشيء راه دايرينه هما نيت، وشكون اللي يقول لك بان راه كاين شي اتفاقيه ما بين اسبانيا والمغرب بيناتهم تحت الدف باش يخففوا شي شويه ذاك الضغط، لان انا هاد الناس اللي كنشوف كيهاجروا كيخرجوا هو الشباب، خيره الشباب واكثريتهم اللي ما عندهمش ذاك الشيء بيان سور، والناس اللي غادي من حراك الريف والناس يعني شو نصور راسي شكون اللي غادي يدير الثوره في المغرب؟ الثوره غادي تجي وديرها على برا ها؟ وحنا نقولوا انا ماشي ضد اخو تجي انت في الخارج دبر على راسك، لا 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 خويا انت ارض الله واسع ارض الله باقى فينا تصلعين ارض الارض راه واسعه اخو واسعه وعريضه سير اخو فين بغيتي، ولكن واش غادي نحلوا المشكل في المغرب الى هربنا من المغرب؟ ما كنظنش، حنا راه كنا عايشين هنا هادي سنين قبل كاع ما ينوض الصداع قبل ما ينوض اللي كان هكا. والسؤال الثاني وهو واش 40 مليون ديال المغاربه كلها غادا تخرج من المغرب؟ ها؟ ما نظنش. اذا بنادم كيشوف راسو اللهم يموت ويمشي لبرا ولا يموت من اجل حقه في المغرب وما يعيش في المغرب، هذا هو اللي كيبان ليا. اذا شكون يقول لنا بان هذه راه اتفاقيه بيناتهم وهما نيت كيجيو يخفوا شويه البشر ياك ويجيبوا لك الافارقه من يرون بلاصيهم بالافارقه ياك، لان انا جاتني بيزاغ وكيفاش هاد لي كوت جا مترفعين حتى الدرجه، اين هي الدوله؟ والزودياك كيجي من سميتو بالعلالي المغاربه عارفين وقتاش غايجي كيتسناو، دابا انا مشيت تلقى كلشي في البحر غيولي العام العام كامل المغاربه كلهم كيتبحروا جالسين في تبحروا يتسناو الزودياك باش فينك اخوتي موالين الزودياك غاجيو انا نزوق فيكم باش غادي يجي، ومني غادي يجي هنا نقولوا ها هو غادي يجي ياك، غادي يبقى دائما واش هو غيتانتيغرا في هاد لا سوسيتي؟ صعيب الانتيغراسيون ماشي غير اجي وندمج مع هاد الناس، علاش؟ لان احد الاسباب اللي ما كتخليش المغاربه والمسلمين يندمجوا وهو الدين، وهادي ما غتعجبكش عاوتاني انت كنعرفك انت عندك داك المخ في شي شكل لا هادوك اللي دايرين بيه عندك تبلونط عليا تما وتجي كيرور عاوتاني يوقف لك المخ، راه الدين هو اللي غادي يخليك ونا حتى فاش كيكون كيهضر مع الكوار داكشي كيقول لهم ديك الهضره ديال حنا العنات ديال الفري وانتم مكتوبه ديالكم مزورين وحنا غنمشيو للجنه وانتم غتمشيو للنار ايوا وانتم من كاع عندكم هذا الشيء اللي جايين عند الكفار اصاحبي كنتو ديروا بهذا الاسلام ديالكم شي حاجه في بلاداتكم او حتى شي بلاد ما هي مقوده، تقول لي ماليزيا تركيا ديك الهضره هو سير ليها اخويا عيش فيها ها هو سير عند تركيا، احنا جمهوري ديالنا هو هنا في الطاليان كيعيش جا من تركيا، تركيا كانت باغا تسلموا للمغرب تركيا ديال قردوغان وديال المظلمين
واش نعاود لك على الانتغراسيون اشنو طرا؟ واحد المغربي اليوم في التلفزيون عاد شفتو راه الصباح ضرب لينا واحد الشوهه ما كاينش اختها. السيد محيدين ليه بنته هذه 9 سنين هو ومرته هو اللي حياته لهنا، هي عندها خوتها وعائلتها، هو عنده باه حتى هو هنا وعائلته وداك الشيء. على البنت عطاوها الطاليانية مربيها، علاش؟ لان الناس الجيران عيطوا لاسيستون سوسيال والبوليس كيشوفوا البنت مكرفصه، جاو فعلا لقاو السيد البنيته مكرفصه مسكينه، شدوها حيدوها لهم لان حقوق الاطفال. وراه هادشي اللي بغينا نديرو لكم في المغرب، تكونوا انتوما بنادم، اوروبا بغينا نجيبوها لكم المغرب، ولكن اخا ما عرفتش تقول بنادم واش يديروا العلمانيه في الغرب، كنت بغيت نتحمق نتحلوه وهي انت كتحمق واختك في اوروبا على هذا الحساب. انا ما كيبان ليا لان انت عندك نقول لك العلمانيه كيبان لك النكاح، وانت كتعيش في دوله علمانيه بمعنى انت راك كتحمق اختك تما في ديك الدوله اللي جا عندك مالها، حيت العلمانيه عندك حتى هي النكاح في المفهوم ديالك. السيد هادشي كله دابا ماشي حيت مخاسمين هو والمراه ولا شي حاجه كيف كيطرى لواحد العدد ديال المغاربه هنا ولا شي حاجه ولا يضرب ولده ولا شي، لا هادو ما خدامينش. ايوا راه عندهم الحق، انت ما خدامش او 9 سنين ما خدمتيش فيها، 9 سنين قال لك كيبريك كل مره مره هنا ولهي وسميتو ايوا منوضين هاراج. علاش الطاليانيه كدير لهم بنتهم الكنيسه وارتي راه واحد الشوه اليوم هو اللحيه هنا قال لك ما كيخليوش يخدم باللحيه. ايوا واخا ملي عرفت اللحيه دايره لك مشاكل مالك ما تحيد جدبوها، وانت ما شفتيش بنتك انك راها ما كبرتش معاك، ما كتشوفش بان انت راك ولادك ولدتيهم كتعرف هذا النكاح سهل هذاك زوين بنين، واش هي بقات في النكاح نتبقاو نتبنوا نتلددوا ورا امانتينير لي الي مانتينير ابخي موراها. السيد يعني كيقول لهم انا ما خدمتش انا مهدي انا مهدي، وهي منوضين هراج. علاش الطالياني دي البنت الكنيسه؟ قالت لهم انا راه ما كنوكلهاش الحلوف ما كنزيان، ملي كنكون غادا الكنيسه راه بنت صغيره ما غنخليهاش في الدار، كنديها معايا كتجلس هي كتلعب مع الدراري يعني ما في ماشي شي حاجه اللي غنقول زوين. هما منوضين ليك هراج، علاش البنت تديها المراه اللي مربياها الكنيسه وما حشمش صاحبي على عراضه واش ما تمشيش تخدم كيف زيادك؟ هما الناس جاو ما كيعرفوا التوزع، وفي 4 شهور يديروا لك فورماسيون ويخلصوك. هاد الناس هاد الكفار الكفار يديروا لك فورماسيون زل الحرف اللي بغيتي، بغيتي تمشي الكوكو الطياب، بغيتي تمشي دير نجار، بغيتي دير ميكانيسيان، بغيتي كي كل فورماسيون شحال ديال الوقت، وهما نيت كيدخلوك تخدم وكتخلص 6 شهور ديال الستاج كتشوفك الشركه عجبتيهم كيشدوك عندها. وانت هادي ما قديتيش ديرها لي كونكور هاد لي فورماسيون والعام كامل على انواع الاشكال، بغيتي تكون برودكتور في السينما، بغيتي تكون انجينيور، بغيتي تكون و 700000 صاحبي راه بغيت نجيب لكم انا نمشي لكاع البروفينشا ونجيب لكم شحال من فورماسيون كدار كل عام ويخلصوك تقرا وتخلص وتمشي للستاج وتخلص وموراها كيرسموك ويخدموك. هذه حتى هي ما قدش يمشي ليها ودير لينا واحد الشوهة هنا في التلفزيون طاليان كل سميتو والطاليان واش كيقول لها؟ كيقول لها راه علاش لاسيستون سوسيال كتعاون ديك المرأة على كيعطيوها 300 اورو في الشهر، علاه عطيونا حنا 300 اورو وحنا نعيشوا بنتنا؟ و 300 اورو هي اللي غادي تعيشك، وراه اليوم اوروبا 1500 اورو ما كتبومبيش. والتعليم فابور والصحه فابور، لا بغيتي تعيش تخلص كراك تخلص لي فاكتور تخلص كيف الناس تكون دير لا ميزاجور بحال سيادك. ما هضرناش على ما هو فوق الشبعه، الناس هنا راه خدامين جوج كلشي كيصور يعني ما فوق 2000 اورو الفوق ها. ايوا وبنادم منوض الهراج على وهو المشكل ماشي هو ان راه حيت مساله ديال هي الفلوس، لا ان ما عايشينش مزيان ماما لا، وراه البنت مكرفصه سنانها رابو، بنت 9 سنين تصور معايا سنانها كلهم كلاتهم السوسه وما عندها ما تلبس، مسخه ضعيفه
وباها ديالك واحد اللحية اللي تحكى من ذاك المظلمين ديال القلق القالة ما قالة صاحبي ما كتحشمش دير لينا كاع ديك الشوهة قدام العالم. وانا كنت انا بقى فيا السيد بقى فيا وتعاطفت معاه قلت اوكي كانت عنده ظروف يمكن يمشي يخدم اشنو قالوا قالوا سير تخدم خدم وكري دار ودير رفيق واجي خذ بنتك عيشها معاك ما لا عيب. وهو ما خدمش ما يمشيش يخدم مرته ما تمشيش تخدم حتى هي ياك وباغين الطالياني يعيشوهم ياك وهذيك اللي مربيه ليه بنتها خاصة قال لك دير الجامع فيه وفي الاخر اشنو حكمت عليهم المحكمه شوف اسمع اسمع الكفار عرفت ان البنت غادي يولي يجي يقريها الاسلام مسلم جوج المرات في الاسبوع عند الطاليانيه في دارها والطاليانيه راه ما كتوكلها لا حلوف لا حتى شي حاجه محتارمه هذه المسائل وقالت لهم القاضيه ها انتم انا نعطيكم شهرين ندبروا على عائلة مسلمة مسلمة مادام بغيتو بنتكم تكبر في الإسلام ونحيدو هالطاليني ونعطيوها لعائلة مسلمة. وهذو راه كاملين صاحبي عندهم هي المرأة وعندها خوتها هنايا السيد عنده عائلته هنا وعنده باه هنا وتا واحد فيهم ما خدا البنت يربيها عنده والخير تلقاه في الكفار في الطاليانية صاحبي. شكون هو الكافر هنا؟ واش نتوما يا المظلمين صاحبي كل هاد الناس اللي هما ما بقيت انا كنشوف واحد الشهداء لينا لان هادشي كيشوفوه الطاليان كامله وماشي الطاليان 60 مليون ديال الطاليان وزيد عليها لا تلفزيون الطاليان كتشاف حتى في امريكا الجنوبيه لان كلهم كيهضروا بالاسبانيونيه والطاليانيه وبسميتو يعني ومتبعين متبعين لان حتى في امريكا الجنوبيه كاين بزاف ديال الطاليان اللي كانوا هاجروا في التاريخ شحال هادي وكاين علاقات وطيده ما بين راه ملي مشى كريستوف كولومب راه قلع من هنا من جينوفا لامريكا الجنوبيه كلها وبقات العلاقه من ذاك التاريخ الى يومنا هذا. دار لنا واحد الشوها صاحبي ديال المظلمين هذا الشيء كله على ود بنادم ما يمشيش يخدم وكيبقى يتخبى من مور الحجاج ديال والو ما كيخدمونيش ما كيفعلوش ليا انا هادي انا اللحيه ما كتخلينيش وما حسن اللحيه قد تن هنا كبر من اللحيه طلع تروس تن هنا هاكا ولا بنتي وانا الا كانت اللحيه غتسبب ليا مشاكل ونحيد باباها مالها ونمشي كيف الناس ما فهمتش انا اش كيجيو في هذه اللحيه تاع اللحيه زعما منين؟ منين اللحية جاية؟ أليس من الدين كفوا من هذا وصرحوا هذا؟ أقول لك مازال ماني مديراتي هكا وليدي هكا راه أش غادي نقول لك أخويا؟ هادو ما صاروخين وكاين بعض الناس قال لك راه في الطاليان كاينين الناس كيباتوا في الكراطن وداك الشيء أييه كاينين بغيتي صورهم لك صورهم لك ما كاينينش في هاد المنطقة فين كنعيش هنا ولكن بغيت نمشي لجينوفا ونمشي لكروند وين نصورهم لك هذوك خوتك المغاربه حتى هما مظلمين ما عندهمش الوراق بحال الدراري بساكن اللي كاسين يحرقوا دابا اللي عنده شي حد في عائلته ديك الشهر غيمشي يتخشى عنده واللي ما عندوش راه غادي يبقى في الشرطه كيدور ويسرق في السوبر مارشي ويجي يسكر ويبقى حتى شي نهار يهزوه ميت سكران وها هما هادو اللي هضرتوا عليهم ما كنقولش كاين ما كاينينش ما نكرتش ولكن عمرك شتي ولد البلاد مزلق في الزنقه غير الا بغاه هو غير الا بغاه هو اما دولتو دايره ليه فين يكون راه انا وريتكم درت لكم ريبورتاج قداش ناوى على ماركو كيوكل الالاف الناس في النهار في العام شاف النهار الغدا بالغدا ولا شاف بالعشاء ها عمرو تصور معاهم انا ناري بغيت ندير ريبورتاج 3 شهور وانا نمشي ونجي عليه علاش لانه السيد ما بغاش يتصور ما بغاش يتصوروا داك الشيء علاش لانه كيديروا اعمال خيريه ما جات شنو غادي يبدا يقول لهم بحال محمد السادس اجي صوروني نعطيكم الحريره اجي صوروني غنعطيكم واحد الكفيفه فيها 20 درهم وانا سارق لكم الملايير بلاتي تا يدوز بارابولات ونبارطاجيو في فيسبوك وفي داك المسائل اللي هي راه قال لك جالسين كيكتبوا في صفحات الملك يا من ينتقدون الملك
سير قراو الدستور وغادي تفهموا. لا انا ما قريتش الدستور. حنا راه اي حاجه كتخرج كنقراوها في نهارها يومين ديالها اللي مورا كيساليوها. الدستور نهار اللي خرج حنا اللي راه بريزونطور نهار اللي خرج بريزونطور درتو فيديو راه عندي فيه 7 ثواني و5 دقائق درنا اوديو فيديو في الروف البالطو سجلته راه هو كتب لي روا بريداتور غيخرج لك عندي فيديو فيه 7 ثواني و5 دقائق هاد المغاربه قلنا فكرنا ما عزيزش عليهم القرايه وعلى الاقل يسمع بودنيه غيخدموا يسمع بودنيه بحال يمشي يقضي اللي غيقضي دابا. اذا الخوت شي مادام ان انا راه ماشي ما كنحملش المسلمين راه المسلمين راه عائلتي واختي واخوتي وحبابي بغيتي ولا كرهتي. وانسان واخا ما كيبقاش كيامن هذا لا يعني انه راه غادي يحقد على عائلته ولا ما غيبقاش. انا كنشوفهم بانه مضحوك عليهم بالدين لا هما ولا حتى في اوروبا راه باقيين شي حاجه ديال البراقيه الخرافيه اللي كيامنوا بما نعرف شي الناس مضحوك عليها بالدين. ومادام اسمع اسمع مزيان اخويا نقول لك القضيه بجد ديرها في ودنيك شو تبقى تجي تهضر معايا ديك الكلام العاطفي حنا راه هنا كندوي في ما هو سياسي. شي مادام ان هناك المشروع الاسلامي محطوط فوق الطبله ضد المشروع العلماني ما تجيش تقول لي ما تهضرش في الدين. انا غندوي في الدين وانا غادي نفرتك ليك الدين الاسلامي طريف طريف وهذاك المشروع الاسلامي غنفرتكو ونبدا نقول لك هاكا خا شوف هادي واش هي مزيانه هاكا هادي زيدها واش هي مزيانه الشيء العيب عليا الا كذبت ولا الا حطيت عليك الباطل ملي تسمع شي حاجه سير وتولي تبحث عليها ما تجيش تهضر معايا وتبقى لي ديك الهضره ديال والو سير بحث عليها هي الاولى بعدا ومني ما تلقاهاش كاتبينها المسلمين ديك الساعات علاش لان المشروع الاسلامي هو غادي يفرض عليك اخويا الدين صحه المشروع العلماني كيقول لك اخويا نديرو دوله بحال اوروبا وانتم كتموتوا من اجل اوروبا ومني يقول لكم بنادم اجي ندير اوروبا في المغرب يقول لي انت بغيت نتحمق انت بغيت نتحقتل ها ويبدا يمشي يقلب ليك على الحريه الفرديه هي انا اختي الا بغات ولا والثمن اختك الا بغات غادي تحضيها اختك الا بغات راه تديرها هي ديرها وانت مرتك وما تحضيهاش عاد اختك امك وجداك باش عرف بنادم راه حمق صاحبي بنادم ما كيفكرش واش كاين شي واحد كيتحضى في هاد زعما انت لو بغيتي دير شي حاجه غادي تلقى مرتك حاضيه راه داع راه باب شجاع ولا داع مالكم صاحبي هذا التخلف تمام عقلكم كله في الجنس ما شي شي هذا هو التفكير ديال المسلم المظلمين شي ابعد نقطه يفكر فيها هي المؤخره ديالو والجنس هو ويبدا يفانتيزي مع راسو في مخه كيف بغى صافي هادشي اللي كاين. اذا اخا مادام كاين المشروع الاسلامي والمشروع الاسلامي انت الا ما هزوش كمسلم انت راك اخويا ما عنديش معاك انا مشاكل اسمح لي لان غادي نضطر انني نطحن كل شيء وتا انت غادي يبقى فيك الحال ما عندي كي ندير ليك لان هذا الشيء المشروع هذا الشيء اللي كندير راه في صالحك انت الاول بعدا في صالح الدين الاسلامي وفي صالح اي واحد باغي يتعبد اي دين كيف ما بغى شغلو هذاك لان الجماعات الاسلاميه التنظيمات الاسلاميه المتأسلمين ديال بصح خليني انت راك ما انت راك انسان يؤمن وعلى حقك هذاك ما قلناش لك لا راه حاطه لك المشروع الاسلامي فوق الطبله كيقول لك سنقيمها خلافه على منهج النبوه وسير اخو تفهم معنى الخلافه وقرا عليها وسير فهم معنى منهج النبوه قرا على الدين مزيان باش تفهم منه ويلا بقات عندك شي حاجه غامضه حنا راه غادي نجيو غنفسروها وغادي نحطو نفرشو حنايا ما علاش اخويا قلنا لكم خرجوا تدويوا الناس اللي كيهضروا ديروا الفيديوهات والناس اللي كت اللي عندها شي شي شي, شي مشروع في مخها اخرج بها السي اكون راجل اخرج به قول انا بغيت كذا هو علاش وعلاش 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 ها مالها شنو فيها فرشوا انتقدوا المشروع العلماني حنا حاطينه لكم يلا ها هو انتقدوه وانتم اكثريتكم
تعيشون في دول علمانية، أمريكان وكندا وأستراليا والسويد وأوروبا، وهذه أنتم تعيشون فيها. كان قال لي نهار كامل هو يصور لهم في الطوارئ الزبال، يصور لهم في الزناقي، يصور لهم في السويد، ويقول لهم ها انتم شوفوا شوفوا السويد كي دايره، شوفوا الامريكان كي دايره لوطوروت وما نعرف شنو. ها ومن يقول لك بنادم ماشي ندير واخا هذا الشيء في بلادنا، تجلس عليه حتى حنا بغينا نقرضوا غالي، يا ما نتمنوا من نقرضوا غالي. قرضوا غالي كيف تبحث على مصلحته، كل مره في كيمشي يدبر على فين جات. وانت انت لازلت تتخبط في ما عارفش راسك شنو غدير. وانا ننصحكم الخوت، شي الناس اللي ما كت اللي ما كتفهمش بزاف في السياسه، سير اخويا وليت ملي تسمع شي حاجه ابحث عليها وشوفها وقرا على تاريخ الدول، كيف تحولت الدول. هذه الدول اللي نتوما كتعيشوا فيها راك انت هي كتحكمها الكنيسه، فهمتيني؟ وسير شوف اخو كيفاش تحولت من دول تيوقراطيه دول دينيه الى دول علمانيه. صعب، حنا ما جبناش شي حاجه، حنا قلنا لكم ها شوف سيادكم شنو دار، او سيادنا راهم سيادنا بغيتو القراتي. مادام انك كتجي عندهم وتجي تموت في البحر، ها خذوني لله، خذوني افيركم اخوتي مالي الزودياك، اجي وديوني راه الا وسيادنا بغيتو القراتي. وفروا لريوسهم ووفروا لينا حتى حنا معاهم اللي كنعيشوا معاهم. انت شوف اخويا احسن نموذج اليوم اللي كاين فوق الكره الارضيه هي الدول العلمانيه، مهما ان راه كاين ما كنقولش لك 100%، ولكن نقول 90% 95%. وانت صاحبي ما انت راك باقي عبد، ترك مازال ما وصلتيش للحيوان عندهم هنا في اوروبا صاحبي، مش عنده صاحبي لومبيلونس، عنده الطبيب فابور، عنده المشاكل، انت باقي صاحبي ضرب على الميكروبات فرقوا قال ما قال هي انا في 2018 وعقلي كيسافر لو فواياج دون لو طون. قال واحد شكون هذاك اللي قال؟ وراه هذه 1400 سنه ما عرفنا كاش واش كان هو بصح اللي قال، ولا جا شي واحد اخرين وكتبوا قال، ولا ترى بنادم لا يفكر ويعيش في العلمانيه. انا هذه تستطيع مازال انا نتفهم واحد الانسان عمره ما خرج من المغرب ما عارفش، ونقول راه معذور. ها اي بورتون كاينين دي جون، والله كيجيو عندي دي جون دو 16 ans 18 ans 19 ans وكيف ما يا وليدي عمره ما خرج من المغرب، اللي راسو عامر عامر، واللي كيمشي يبحث يقلب على المسائل كيمشي، واللي كيمشي يدير راسو غير في التخربيق والحازقات والبازقات، انا نتقاطع بحال الاخر. الاخر دابا نوض لها الامر، راجع علاش على ود بنتو ما خصهاش تقرا تمشي للكنيسه، وقال لك راه كينعسوها مره مره حدا خوها اللي مرضعه معاه اللي كابرين معاه. علاش؟ لان المسلم عقلو في البكارة، البكارة خرجت البوم العقل. وانت مني ما باغيش هادشي، النهار الاول كون راجل خدم، انت ما خدمتيش تخدم المرأة كاع نقولو بيد ما انت تشوف شنو دير. وكاين لي فورماسيون واللي ما بغاش يخدم هنا، لان الا عندك الوراق وتوي اوريج اجي اخوتي الا ما لقيتي ما دير وسير دير فورماسيون 4 شهور 6 شهور سا ديبون كل فورماسيون شحال فيها، نخلصو كي قلت لك. والستاج هما اللي يدبروا عليك، هما بزز منهم ما غتخرج من عندهم حتى غيخشوك في خدمه ودير 6 موا يعطيوك داك الشيء بحال بليزو موا نقولوا واحد الثمن رمزي، ومن بعد غادي تسرح لك الخلصه غتولي باخر. وانت هادي ما دايرهاش اصاحبي 9 سنين واش ما فهمتش؟ نكرفص ولادي اخويا، الا ما كنتيش قاد على ولادك علاش دير هاد الحاله؟ ما تولدهمش، سيروا تشوفوا ما ديروا ريوسكم ولا عقدوا الكرون ولا ما نعرف شنو ديروا صاحبي. راه تا ديك الفكره ديال اللي كلاوه جوج ياكلوه ثلاثه وارزق بيد الله، انت راه من الدين؟ ها الدين ها الثاني، علاش كنقول لكم الدين سبب تخلف الامه؟ ان العقليه العقليه وجلسوا تفرخوا تما واحد اسير تومر تتومر وجي برد جنونك في المرا في النكاح
راه سي نورمال مور الا ما درتوش الاحتياطات ريوسكم تولي واحد في الاولاد. ايوا الا ولدتي مرا خصك تقد بهم. وفي الاخر شنو قالوا لي الطاليان؟ قالوا لهم الطاليان بان انتم بغيتوها تجيو تاكلوا تنعسوا تشربوا وحنا نخلصوا عليكم ونخلصوا الضرائب وانتم ما ديروا حتى شي حاجه. ومازال ما كتفهموا علينا وكتفرضوا علينا ما تاكلوش الحلو وداك الشيء وكنحتارموا هذا الشيء ديالكم وما تمشيش حتى للكنيسه. ما ديرش المراه مع الكنيسه، فين تخليها؟ تجيب لها وحده تخلص عليها باش تحضي عليها، ملي تمشي هي للكنيسه باش عرف العقل راه ما كاينش فينا. هو حتى المسلم فينا هو العقل عنده اصلا. تحياتي لكم والى الفيديو المقبل وشكرا.